ايوه يا اوفر، في ايه؟ ايوه يا تهاني، تعالي بسرعه، في مشكله ومش عارفه اتصرف فيها لوحدي. لما تيجي هتعرفي. طيب، اقفلي وانا جايه بسرعه. باي باي. خلاص يا ماما، خلاص ارجوكي ما تزعليش نفسك. ما زعلش نفسي ازاي اذا كنت انا جولسون هانم بنت الحسب والنسب؟ ما عرفتش اربي بناتي الاثنين، بناتي اللي صرفت عليهم من ميراثي، ما لمستش ولا مليم من ميراثهم عن ابوه. علمتهم في الانجليش سكول من فلوسي، عيشتهم احسن عيشه من فلوسي، ما لمستش ولا مليم من ميراثهم عن ابوه، وفي الاخر يطلعوا هما الاثنين، واحده اتجوزت واحد اقل من مستوانا وطمعان في فلوسها، والتانيه عايزه تكرر نفس الماساه. مش معقول يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده. من فضلك يا ماما، حسين عمره ما فكر في فلوس ولا كان طمعان فيا، والكلام ده بقى ملوش لزوم. لا له لازم، لان لولا جوازك من اللي اسمه حسين ما كانتش اختك اتجرأت وفكرت تتجوز الولد اللي اسمه منير. ماما لو سمحتي ما تقوليش ولد، منير انسان محترم متخرج من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وزميلي كمان. تقدري تقولي لي يبقى ابن مين؟ ابن الناس اللي تعبوا فيه وربوه وعلموه لحد ما بقى انسان يستحق الاحترام. سامعة يا ست تهاني؟ نفس كلامك اللي قلتيه يوم ما صممتي تتجوزي سي حسين بتاعك الموظف الصغير اللي معيشك دلوقتي في الفقر والغل. الفقر؟ طبعا الفقر. انت فاكره ان انا ما اعرفش عنك حاجه؟ لا يا هاني، انا عارفه عنك كل حاجه، وعارفه ان انت ما بتطوليش منه القرش الا بطلوع الروح وصابره وساكته، عشان ما اقولكيش ان انت اخترتي غلط، وانك لازم تندمي على صفوه ابن اختي اللي اختي كاتباله ميراثها كله. يا ماما يا ماما، الكلام ده ملوش اي لازمه دلوقتي. لا ده وقته، علشان حضرتك تفوقي وما تعمليش نفس العمله المهببه اللي عملتها اختك. يا ماما يا ماما، انا قلت لحضرتك انا خلاص اخترت منير. ماما انا مش صغيره وعارفه مصلحتي كويس، وارجوكي بقى ما تحملينيش رايك في جواز تهاني من حسين. ارجوكي يا ماما، ارجوكي توافقي. انا بقى مش هوافق، والاخر يوم في عمري يا ألفت مش هوافق. واذا صممتي زي اختك ما صممت، لا انت بنتي ولا انا امك. ما كلمتيش ليه يا تهاني؟ كنت عاوزاني اتكلم اقول ايه بس. ماما عارفة مصلحتك كويس. ايه ده؟ هو ده رأيك؟ ايوه، يا ريت ما تتسرعيش في الاختيار. انا مش عارفة اعمل ايه. قلت ايه انت يا زي محمود؟ هو مش حسين ابننا زي مصطفى وسميحة والطاف ولا لا؟ طبعا زيهم بالظبط. يبقى ليه تديله سيرتك؟ اصله في ضيقة ومخنوق يا سي محمود. يتفلق، ياما قلنا له على قد لحافك مد رجليك، لكن هو صمم، ولما صمم يتجوز تهاني قلنا له يا ابني البنت كويسه وطيبه وجميله وكل حاجه، لكن عمرها ما هتنسى انها بنت ناس اغنياء، وانت ابن راجل موظف على قد حاله. بصراحه يا سي محمود البنت بتنسى، بس ابنك هو اللي مش قادر ينسى. عشان كده هو محمل نفسه بمصاريف ما هوش قدها. عشان كده احنا لازم نقف جنبه. لا يا زينب لا، كل واحد لازم يتحمل مسؤولية اختياره. أنا اعتبريني ما سمعتش حاجة وقفلي على الموضوع ده خالص، ويوم الجمعة الولاد جايين إياك أسمع إنك فتحت الموضوع ده مع حد فيهم. هتكلم في إيه بس يا سي محمود؟ ده بكرة نتيجة الثانوية العامة هتظهر وربنا يستر. ونوالي سيداتي أنساتي سادتي إذاعة نتائج الثانوية العامة 3335 37 39 40 47 67 90. يا رب اكبر بخاطري في ابني يا رب. يا ماما بلاش القلق اللي انت فيه ده. مش قادر يا دنايا، مش قادر، حاسه رجليا مش شايلاني مش شايلاني. بعد الشر عليك يا امي، اقعدي بس عشان نسمع كويس. اقعدي. 3 4 5 6 7 8 10 15 20 30 37 50 53 57 نتيجة كمان، استنى بس يا الطاف لما اشوف بقية النتيجة. 25 37 38
50 57 نجحت يا محمود نجحت 85 86 88 89 ربنا يكون الحبايب يا ست زينب انت زمان نجحت الحمد لله مبروك ان ربنا جاب الحمد لله احمدك واشكرك يا رب 30 37 ماليش دعوه انا رايح عند جد وست يعني رايح عند جد وست قلت لك مش رايحين يعني مش رايحين فاهم ولا لا بابا ماما مش عايزه تودينا عند جد وست هو انت كده زي امك مفيش ازيك حتى معقول يا حسين تخرج امبارح الصبح ترجع لي النهارده الصبح ما انا مكلمك في التليفون يا تهاني وقايل لك ان في فوق جاي ولازم اوصله الفندق ولسه مخلص الاجراءات دلوقتي هي حياتنا كده خلاص بقت بالشكل ده تهاني انا راجع تعبان وهلكان ويا دوبك اغير هدومي عشان الحق اروح بيت بابا اطمن على اولاد اخواتي يا بابا يا بابا ماما مش شرط تودينا عند جده وسته ازاي بقى؟ دي العيله كلها هناك دلوقتي عيلتك انت عيلتي انا؟ ايوه ويكون في علمك بقى من هنا ورايح يوم جمعه عند مامتك وباباك ويوم جمعه عند مامتي يا مام ما انت كنت امبارح عند مامتك انت رحت لمامتك امبارح؟ ايوه رحت رغم ان انا قايل ما تروحيش الا لما نبقى مع بعض هو ده بقى اللي حصل يا ماما يا بابا انا عايزه بقى اروح عند جده وسته مش رايحين اتفضلوا يلا خشوا اوضتكم النهارده اصله مش هيفوت على خير اما اشوف ازاي كلامي يتكسر يا اهلا بالافراح سمعت الزغاروت نازله توين قلت لازم اجيب الشربات متشكرين قوي يا صادق الله يكرمك قاعد نفسك ليه بس الله عقبال كده نجاح ولادك ونيجي نجامل ان شاء الله الله يكرمك ده فرحكم هو فرحني وانبساطكم هو انبساطنا مش كده ولا ايه ما تتفضل يا صادق لا متشكرين انا استاذن انا عشان ولادك طيب اتفضل مع السلامه مش طايق يا منال مش طايق قعدة البيت طب تعالى تعالى معايا انا عايزاك تعالى قوم معايا يا امل تعالى نقعد في اوضه ست اصل عمته الطف زعلانه قوي يا خساره انا كنت عايز اسمعكم المقطوعه اللي عملتها بمناسبه نجاحكم طب انا عايز اسمع كده يبقى يلا بينا ما تقومي يا سميح قومي كلمي اخوك حسين في التليفون خليه يجي شوي يا ماما ما تقلقيش ما زمانه جاي كده طب انا اللي هتكلم حسين الو يا حبيبي انت ما جيتش ليه معلش يا ماما سامحيني مش هقدر اجي النهارده اوعي ابني تكون زعلان من امبارح ما انت زعلان طب خلاص انا مش هتكلم في الموضوع ده ايوه العيال كلهم نجحوا ما عدا كمال عشان خاطري يا حبيبي اختك الطاف حالها صعب قوي يا ريتك تروح لحد بيتها عشان تبارك لها على كمال وتاخد بخاطرها عشان كمال
خلاص؟ طب يا حبيبي، مع السلامة يا حسين. كمال تعالى أنا عايزاك. بص يا كمال، واحد وواحد يبقوا اتنين، يعني اللي بيذاكر بينجح. أكون بيذاكر لنفسه، أنا طول عمري حاسس إني بذاكر عشان بابا وماما عايزين ننجح. لا وإيه؟ عايزين ندخل كلية الطب. أنا مش طايق قسم علمي يا منال، إزاي أدخل كلية الطب بس؟ طب وما قلتش الكلام ده ليه بقى من زمان؟ أقول لمين؟ لمين؟ أنا محروم من بابا من وأنا عندي 10 سنين. وهي دي بقى الشماعة اللي أنت هتعلق عليها سقوطك؟ منال، الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده بقى الكلام اللي أنت لازم تسمعه، وده بقى رأيي فيك بصراحة. هو ده رأيك؟ أيوه يا كمال، أنت إنسان ذكي، ده أنت زمان كنت بتطلع علينا الأول. زمان، زمان لما كان بابا جنبي. تاني يا كمال. منال، لا لا أنا تعبان أوي. تعبان أوي، ما أخبيش عليكي. أنا حاسس إني لا يمكن أنفع للمذاكرة تاني، لا يمكن. خلاص، اختار لك طريق تاني. الله يرحمه جوزي ابو ناجي، ما كانش ينادي على ناجي الا ما يقول له يا باشمهندس ناجي. وناجي كان ايه؟ كان لسه في اولى ابتدائي. انما كان نفسه يطلع بقى باشمهندس. وانا الحمد لله نفذت وعد بابا، ان شاء الله اخش كليه الهندسه لان جبت مجموعه يدخلني كليه الهندسه. يبقى انت كده هتبقى مع بنتي، اصل بنتي ان شاء الله ناوي تخش الهندسه. عظيم، انا كمان عاطف ابني ناوي يدخل كليه الهندسه، كده هيبقى عندنا اتنين مهندسين في العيله. ايوه بابا، بس انا انت ايه؟ انت من النهارده اسمك الباش مهندس عاطف مصطفى عبد الراضي. انا بقول ناجل الكلام ده لبعدين، ده عشان انا جعان. يلا يا ام مصطفى حضرين الغدا. لا يا جماعه، الا الغدا، الغدا ده عليا انا. انا عامله صنيتين مكرونه بالبشاميل ودقية بسلة باللحمة الضاني يا ست زينب. البقلاوة يا أمي، البقلاوة. طيب يا أخويا حاضر، والبقلاوة قمت من صباحية ربنا، تقوليش يا أختي إن أنا حاسة إن الواد هينجح؟ من فرحتي فردت الرقاق كده، وهنزل أعملها على طول، يجعل أيامهم كلها برحة، ورزقهم واسع قادر يا كريم وينجح كل خلقه. طب بقول لك إيه يا أم ناجي؟ ما تلحقينا أنت بالأكل أحسن كده، رقنا هيجري. هوا، عن إذنكم، يلا يا نوجة. ما تزعليش نفسك يا الطاف، السنة الجاية إن شاء الله كمان هانجح. هي عافية جاية، ده أنا كنت بعد الأيام. أنا مش عارفة أقول إيه لأبوه. إيه هتقولي له إيه؟ تقولي له يرجع عشان عياله عايزين. كمان 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 يا حبيبي كمان. بس يا كمال، بس يا بالله، ما تعملش في نفسك كده. أنا سألت يا ماما، أنا فاشل، أنا ضايع، أنا سألت تاني. بس يا حبيبي، بس يا كمال، كمال يا كمال يا الحقيني كوباية مية، كوباية مية بسرعة. كمال أنا فاشل يا ماما. يا حبيبي معلش، السنة الجاية، السنة الجاية إن شاء الله هتنجح. السنة الجاية يا كمال. مفيش سنة جاية، مفيش سنة جاية، خلاص أنا خلاص اترفدت يا ماما. ايه ده؟ انت بترفع سماعة التليفون ليه؟ عشان انا عمال اتصل ما اعرفش ان كمال سقط. بسكت. بس يا بس يا حبيبي كده. بس يا حبيبي اشرب، بس اشرب. سيبينا شوية يا كمال. بس بس يا ماما اشرب. خد بقي كمان، خد بقي. بس يا كمال. ماما ماما أرجوك لو بابا اتصل ما تقوليلوش إني سألت. قولي له إني نجحت يا ماما، قولي له إني نجحت. معقول يا كمال؟ معقول؟ يا ماما أيوه أيوه قولي له، وأنا هكتب له جواب وأقول له. قول له ايه بس؟ قول له ايه؟ قول له ارجع يا بابا بقى،
ارجع بقى. هو انا محتاج لك، محتاج لك نقعد سوا ونتلم سوا ونفرح سوا. ياه الحمد لله. عبرت الحبايب. تعالى عاطف ابني حبيبي، الف 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 مبروك يا عاطف. مبروك لنا كلنا، الفرحه مش سايعه قلبي. لا الفرحه الكبيره بقى لما اخد عاطف ونروح مكتب التنسيق ونملى الاستماره سوا، نحط كل الرغبات، رغبه اولى كليه الهندسه، ثانيه كليه الهندسه، الرابعه والخامسه والسادسه، يعني كله هيبقى كليه الهندسه. بابا انا في حاجه صغيره عايز اقولها، يعني انا نفسي اتخيل نفسي كده محامي كبير عشان ادافع عن عاطف. يا سلام، تدافع عنه تقول ايه بقى فالح؟ اصله مش عايز يخش كليه الهندسه. اخرس. ايه الكلام الفارغ ده يا سامح؟ بهزر يا ماما. هزارك سخيف زيك، مش عايز اسمعه تاني، فاهم؟ تصبحوا على خير عاطف. ايوه بكره الصبح نروح مكتب التنسيق سوا. حاضر. عايز يخش كليه الهندسه. اوه هو الواحد في البيت ده ما يعرفش يفكر ولا يركز هو عايز يخش فين. ايوه يا سامح اتكلم، يا ريتك تقول علشان انا كمان عايزه اقول. عايزه تقولي ايه؟ نفسي اختار يا ماما. تختاري ايه بقى ان شاء الله؟ اختار البيت يا ماما. اخرسي. ليه بقى؟ ما هي سلوى بنت جارتنا انصفه من سن، وهي سابت المدرسه واتخطبت. لا يا امل يا بنتي ما تقوليش كده، ما تموتيش الامل اللي جوايا. امل ايه يا ماما؟ طبعا كل ام تحب تشوف بنتها عروسه وفي بيتها، لكن قبل كل ده كان نفسي اشوفك تبقي مدرسه. مدرسه؟ انا ياما حلمت اكون مدرسه، وكان نفسي تحققي لي الحلم ده. جايه دلوقتي وتقولي لي مش عايزه اتعلم؟ اعمل ايه؟ ما انا من دلوقتي خايفه، خايفة احسن في الثانوية العامة ما اجيبش مجموع. وليه؟ ليه تخافي يا حبيبتي؟ لأني يعني بكره المذاكرة، بكرهها. كلام كتير عايزه اقوله لك، خلاص مش قادره اخبي، مش قادره اخبي المصيبه اللي انا فيها. ابننا الكبير يا فتح، ابننا الكبير سقط لتالت مره، وانا خلاص ما بقتش قادره استحمل الحمل ده لوحدي. واذا كنا زمان اخترنا سوا انك تسافر عشان تجيب لي العيال رجين ينفعوهم، انا دلوقتي بقول لك ارجع. مش عايزين فلوس، عايزينك انت، انت يا فتحي. ولادك محتاجينك، وانا يا فتحي انا محتاجالك. معلش يا هشام انا اسف، معرفتش اكلمك وبارك لك من بيت جدي، لكن انت عارف بقى. طبعا عارف كمال سقط. لا وايه، ماما اغمى عليها وكان حته يوم صعب جدا. طب ده انا حتى ما عرفتش افرح بنجاحي ولا بالمجموع اللي جبته. طب تخيل ان ماما لغايه دلوقتي ما قالتليش مبروك. وانا هو يا ستي بقول لك الف مبروك، ونفسي اجي وابارك لك، لكن انا عارف الظروف اللي موجود فيها بيتكم دلوقتي. عموما لما بيتكم يهدى شويه هيبقى في حاجات كتيره جدا هاجي عشانها ابارك لك. و هشام من فضلك بلاش نتكلم في المواضيع دي دلوقتي. وهو كذلك يا جارتي العزيزة وزميلة المستقبل وشريكته كمان. أظن الفلوس دي بقت من حقي عشان أركب تاكسي وأروح مكتب التنسيق أجيب الاستمارات. أيوة يا حبيبتي من حقك، بس إيه يا ماما؟ مش عارفة، أنا كنت عايزة أسألك سؤال قبل ما تروحي. طبعا يا حبيبتي اسألي. أنت فكرتي كويس في كلية الهندسة؟ يا ماما
سنيني وانا بفكر عايزه تطلعي ايه يا منال، عايزه تطلعي ايه يا منال، الاقي صوت جاي لي من بعيد بيقول لي الهندسه يا منال. تعملي ايه بقى عشان تخشي كليه الهندسه يا منال؟ لازم تذاكري ليل مع نهار يا منال عشان تجيبي مجموع. وحصل يا ست ماما حصل. ايوه يا حبيبتي، بس يعني ماما حضرتك عايزه تقولي حاجه؟ مش عارفه، انا يعني كنت متصوره ان كليه الهندسه وقسم الكترونيات صعب قوي على البنات. البنات؟ حضرتك يا ماما اللي بتقولي الكلام ده؟ ده مجرد راي. انا كنت متصوره يعني انك هتختاري مثلا سياسه واقتصاد. من فضلك يا ماما انا خلاص اخترت وقررت، ومن فضلك بقى ما تعطلينيش على مكتب التنسيق. لو كان ليا حريه الاختيار كنت اخترت وحققت اللي انا عايزاه زي منال كده، لكن يا خساره الظروف دايما بتقف قدام الانسان في طموحاته واختياراته. انا عاوزه اتكلم معاك. يعني ما كانش ينفع تستني لما اخلص شغلي واجي لك؟ لا. في ايه؟ بصي يا ألفت، انا اختك وما اقدرش اسمح لك ابدا انك تتجوزي منير. يعني ايه؟ اقتنعتي بكلام ماما؟ ايوه، ويا ريتني كنت سمعت كلامها من زمان ومصممتش واخترت حسين. يعني ايه؟ اختيارك كان غلط؟ ايوه غلط، عشان كده بفكر اني ما استمرش معاه اكتر من كده. معقول؟ معقولة يا تهاني انت اللي بتقولي الكلام ده؟ الكلام ده انا شايلاه في قلبي من زمان ومستحملاه وساكتة عشان ماما ما تقوليش ان انا اخترت غلط، لكن خلاص انا مش هيهمني لاني فعلا اخترت غلط. ويا ريت يا ألفت يا ريت ما تكرريش نفس غلطتي. بصراحة بقى يا تهاني انا مش متفاجئة بالكلام اللي بسمعه دلوقتي، وكنت حاسة ان ده ممكن يحصل. يعني كنت حاسة؟ ايوه، من يوم ما كدبتي وقلتيلي ما تقوليش لحسين اني قابلت منير، فاكره يا تهاني؟ طبعا فاكره. ومن اليوم ده وانا بسال نفسي ايه اللي يخليني استحمل ابقى انسانه مش صريحه معاه ولا مع نفسي؟ ايه اللي يخليني استحمل انسان يقعد يتحكم فيا طول الوقت؟ انسان عنده عقده جواه مش لاقي اللي يواجهه بيها. عقده؟ عقده ايه؟ اني اغنى منه من يوم ما اتجوزنا وهو حاسس ان انا من طبقه وهو من طبقه. والاحساس ده بقى عنده لوحده؟ بصراحه وعندي انا كمان، عشان كده بقولك ما تكرريش غلطتي وتتجوزي واحد ما هواش زينا. اختي يا حبيبتي انا عايزه اقولك كلمه واحده، انا اسمي ألفت مش تهاني، واللي اخترته يشاركني حياتي اسمه منير مش حسين. علشان كده انا قررت اقنع منير ان حياتنا مع بعض هتبقى مختلفه تماما عن حياتكم، لان تهاني اللي كذبت على حسين ده كان خوف من حسين، لكن انا ومنير علاقتنا هتبقى مبنيه على الصراحه، لان انا صفحه مفتوحه قدامه. لسه ما فكرتش. انا بقى فكر. فكرت في ايه؟ فكرت في الهندسه طبعا. انت عايزه كده؟ وده اختياري الوحيد. انا بقى لسه ما فكرتش. ليه يا عاطف؟ انت مجموعك كبير، يعني مش هتخضع لاختيار مكتب التنسيق. ايوه، مش هخضع لاختيار مكتب التنسيق، لكن هخضع لرغبه بابا واخش كليه الهندسه وقسم عماره كمان. لا يا عاطف اوعى تعمل كده، ده مستقبلك. بابا عايز كده. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا منال؟ دي مشكلة حياتي، صدقيني مش عارف احلها ازاي. اظن دلوقتي اقدر اقول صباح الخير لزميلي العزيز وزميلتي العزيزة. انا مش زميلك العزيز ومش هخش كلية الهندسة. ليه كده؟ يبقى احنا كده بقى لينا كلام مع بعض. طبعا اذنك. في عاطف، انا امبارح سمعت ان باباك عايزك تخش كليه الهندسه. انا بقى لا، وعايز اخش مع فنون مسرحيه مش عايز الهندسه دي خالص. وافرض يا اخي، افرض يا عاطف
بس باباك برضه ليه عليك حقوق. اذا كنت انا بحقق رغبه ابويا وهو ميت، انت مش هتحقق رغبه ابوك وهو عايش. ربنا يخليه لك. مش قادرة أخبي، مش قادرة أخبي المصيبة اللي أنا فيها. ابننا الكبير يا فتح، ابننا الكبير سقط، سقط لتالت مرة. وأنا خلاص، خلاص ما بقتش قادرة أستحمل الحمل ده لوحدي. الوز 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 تعوم، الوز تعوم في الماء. وزة ايه بس يا صادق؟ ما انا سمعت ابني الصغير وهو بيقراها كده. الكتاب ده بتاع اولى ابتدائي. ما انا خدته من ورا العيال. سيبك بقى من الكتاب ده، انت تعليمك هيختلف عن تعليم اولى ابتدائي. هات الكراسة وهات القلم. أهم 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 محضره. أول حاجة عايزك تتعلمها أنت. أنا؟ أيوة أنت. مين؟ أنا صادق. أبوك اسمه إيه؟ عبعاد. وأمك اسمها إيه؟ أمي؟ لا لا لا، بلاش اسم أمي بقى، اسم محمود. ليه؟ أصل أبويا كان دايما يقول عليها الجماعة. أنا هنهزر يا صادق. الله، دي حصة درس. أمك اسمها إيه؟ اسمها وردة. حلو، يبقى أول حاجة عايزك تتعلمها تكتب اسم أمك واسم أبوك جنب اسمك. لا لا لا، بلاش بلاش يا أستاذ محمود. أنت بتعيط؟ أنا خايف. من إيه؟ لحسن معرفش. شوف يا صادق، العلم موجود في الكتب والكتب في السوق، ومحدش نزل من بطن أمه متعلم. بالك يا عم محمود، انا عايز اعلم ولادي وبصرف عليهم دم قلبي ليه؟ عشان ياخدوا شهادات ويشتغلوا بيها. انا بقى عايز ابني يطلع ابوكاتو، لانه كان ممكن يطلعني من الورطه بتاعه الارض اللي انا فيها دي. اما بنتي بقى فانا عايزها تطلع مدرسه. المهم دلوقتي انت عايز تتعلم. في عرضك يا استاذ محمود. نفسي نفسي. يبقى اتفضل امسك القلم. ايه ده؟ ايه ده؟ انا علمتك تمسك القلم كده؟ امسك القلم صح. اتعلم اتعلم. حاضر يا استاذ. حاضر يا بنتي. او ها يلا. عاطف. ازيك يا ستي؟ اهلا حبيبي، خش اقعد مع جدي. اهلا يا عاطف، تعالى يا ابني ساعدني في تعليم عمك صادق. اهلا يا عاطف. بعد اذنك يا استاذ محمود، ما تفضحنيش، انا هشوق العيال واجيبكم تاني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ازيك انت يا ابن ابني؟ ايه يا ابني؟ مالك؟ خلاص يا سميحة، أنا فكرت وقررت واخترت. اخترت إيه؟ هطلع نفسي معاش. مش معقول. اللي مش معقول إنه الإنسان يفضل عايش حياته من غير ما يحقق أي حاجة من أحلامه. عزمي يا حبيبي، أنت سخن ولا حاجة؟ ليه؟ ليه؟ أصلك بتخرف. هو أي إنسان بيختار مستقبله يبقى بيخرف؟ تختار مستقبلك؟ دلوقت؟ هو اشمعنى بنتي اختارت مستقبلها؟ بنتك لسه في اول الطريق. وانا برضو لسه قدام الطريق طويل. انا لسه في عز شبابي. ايه اللي يمنعني بس ان انا احقق احلامي؟ طب يا سيدي، ايه هي احلامك؟ هركب البحر. بحر؟ هشتغل على مركب صيد. زي ما كنت بشتغل وانا صغير. هلف العالم كله. تصوري انا كنت احسن واحد يقف على الدمان. مش بقولك يا حبيبي انت سخن. خد يا عاطف. بس يا ستي،
اشرب يا حبيبي الليمون واحكي لجدك كده وقول له ايه اللي مضايقك ومزعلك. من غير ما يحكي انا عارف. عارف؟ عارف ايه يا جد؟ انت مش عايز تدخل كليه الهندسه مش كده؟ ايوه. ومش قادر اقول لبابا لا. يبقى انا اللي هقول لا يا جد. لا انا جيت بس النهارده لما حسيت اني مخنوق ومتضايق فقلت لازم اجيب. يعني ايه؟ تدخل كليه انت مش عايزها عشان ترضي ابوك بس؟ وليه لا بس يا سي محمود؟ انا هقول له ليه لا؟ هات التليفون. يا جدي هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا عايز ولادي كلهم هنا دلوقتي. وكل ولادك ليه؟ النهارده مش الجمعه. مش هستنى ليوم الجمعه. يا امي مش فاضي، مش هقدر اجي دلوقتي. بس ابوك عاوزك النهارده بالذات، هات مراتك واولادك وتعالى. اسمع بس الكلام. ايه بس الموضوع؟ طيب طيب ما تزعليش. حاضر هاجي. حاضر يا امي، هاجي انا ومراتي وعيالي. حاضر. مع السلامه. مع السلامه. ودموعك دي ما نزلتش لما حسيت انك بتضحك على قريبك؟ بلاش قريبك. ما تشعتفتش لما حسيت انك بتنهب وتاخد حاجه مش بتاعتك؟ الشيطان، الشيطان غواني يا عم صادق. شيطان؟ ده انت اللي شيطان. لما تبقى قاعد بينا وبنرحب بيك وانت من ناحيه تانيه بتدبر لنا حفره. يا اخي يا اخي، ده من امنك لم تخونه ولو كنت خاين. خلاص يا ام نسمة، انا عرفت غلطي وجاي اصلحه. بعد ايه؟ بعد ما انا رحت طعنت في العقد الابتدائي اللي انا مضيت عليه؟ لا الموضوع مش كده. ما انت هتطعن في القضيه وانا هرد عليك في القضيه ونفضل في مشاكل، وانا هي خلصكم المشاكل دي. يا سلام يا سلام على حنية قلبك يا أصيل يا أمين. خلاص بقى يا أم نسمة، كفاية تعطيم وتوبيخ، كفاية اللي خدته في البلد. وإيه بقى يا سي عواد اللي أنت خدته في البلد؟ إخواني كلهم وبخوني ولموني من ساعة ما عرفوا، بقيت معيارة العيلة كلها. معلوم، أهلي بصحيح، لازم يتحموا علشاني ولازم يخافوا عليا. مش بس كده. ايه تاني يا اصيل؟ امي من ساعه ما عرفت ما بتحطش ايدها في اكل معايا نهائي، بقيت ادخل بيتنا واتسحب زي الحرام. ما هو انت حرام. الله يسامحك يا ام نسمة، مش كفاياكي بقى؟ ما هي كلمه وفلتت مني، وبعدين ما هي افعالك هي السبب. بس ارجع واقول الست احسن امك دي ست بصحيح، ست كمل وحقانيه. خلاص بقى يا عطياتي، اهدي شويه وحط لسانك جوه بقك وبلع عليك قبل ما ينشف كده. هو يعني انا غلطانه يعني؟ لا مش غلطانه يا ام نسمة، بس ادينا فرصه نتفق هنعمل ايه عشان المشكله دي تنتهي. عندك حق المره دي، قول لنا كلامك. ادي عقد البيع اللي انت مضيت لي عليه، وادي كمان تنازل عن الطعم، وتمضي لي عليه ونخلص القضيه. لا 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 امضى تاني. لا اللي يتلسع من الشمس يمسك الشمسيه تحت الشجره. احنا نروح مع بعض عند المحامي بتاعي وهو اللي يتصرف في كل حاجه. وانا موافق، اللي تشوفه عم صادق. يا سلام يا سلام على طاعتك واموريتك. انا فرحان بيكم يا ولاد، ونفسي بقى تسمعوني. اتفضل يا بابا. خير؟ انا عايز اقول لكم حدوته. لا بس قبل الحدوته هات العود يا زينب. عناية يا سي محمود. جبت لك العود اهو يا سي محمود، اتفضل. عندك يا بابا. تسلم ايدك. يلا بقى سمعنا. Thank you.
ها ايه رايك يا اولاد؟ هي دي بقى يا اولاد الحدوته اللي انا جايبكم عشان تسمعوها. كان في زمان عندنا في البلد شاب اسمه محمود، كان يجيد العزف على العود، وكانت البلد كلها تيجي تسمعه وتشجعه وتقول له الله. قرر محمود انه يخلي العود هو كل حياته، لكن يا خساره فرحه ما تمت. ابوه حكم وامر ان محمود ما يمسكش العود، ومسك العود كسره قدامه عشان ما يخلوش يتلهي عن مذاكرته، وامر الاب ان محمود يخش مدرسه الصنايع، ومحمود ما كانش بيحب الصنايع ابدا. صيت محمود سنه ورا سنه، واخرتها ابوه عينه في وظيفه بسيطه يا دوب بالابتدائيه. الولد محمود سمع كلام ابوه وعاش الوظيفه اللي اختارها له غصب عنه، وعاش عمره لا يتقدم خطوه ولا يرجع خطوه، لا بقى موظف كبير ولا بقى ملحن مشهور. وده ليه؟ لانه اتحرم انه يختار طريق حياته ومستقبله بنفسه. بس ده كان زمان، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت، الدنيا بتتقدم لقدام ما بترجعش لورا، وعشان كده البني ادم لازم يفكر كويس قوي قبل ما يختار طريق حياته، عشان لما يختار يبقى على قد اختياره. وتوتا توتا فرغت الحدوته. عاطف يا ابني، انا عارف ان انت اخترت تدخل فنون مسرحيه، امك قالت لي. خلاص يا ابني اعمل اللي انت عايزه. انا بابايا ميت وبحقق رغبته، هو ميت انت باباك عايش، لازم تحقق رغبته وربنا يخليه لك يا عاطف. خلاص يا ابني اعمل اللي انت عايزه. انا عاوز حاجه واحده بس يا بابا وخلاص، فكرت فيها واخترتها كمان. هي ايه؟ اسعدك يا بابا، اسعدك واكون البشمهندس عاطف مصطفى محمود عبد الراضي. فكرت كويس يا عاطف؟ واخترت كمان يا جد. فكر تاني وتالت عشان ما يحصلكش اللي حصل لي. احلام بابا تقف في رقبتي ومش هقدر احرمه منها. في ايه يا ماما؟ حرامي حرامي ضروري حرامي حرامي. استنى بس، في حرامي. لا 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 لا، بص بقى، انا قلنا لحضرتك على حاجه، ما حدش يخش جوه، سيبونا انا هجيب الحرامي. يا جماعه هتجيب ايه؟ ارجع بس، استنى انا بتعرف في الموضوع ده. أنا فتحي ألطاف. بابا استنوا بس، استنوا لما نتأكد إنه بابا فعلاً. ماما طب روح أبص عليه من شباك المطبخ. افتحي يا أم كمال، أنا فتحي. جرالك إيه أنت؟ نسيتي صوتي ولا إيه؟ ده بابا. بابا بابا بابا، الحمد لله
حبايبي يا ولادي وحشوني قوي. وحشوني يا حبايبي. الله يسلمك. بابا شفت انا كبرت ازاي وقلت لحضرتك؟ انت كبرت قوي يا اسامه. بابا انا ما شفتكش من 5 سنين واربع اشهر وخمس ايام. لا وحياتك في 10 ايام ده انا حاسبهم. مش هتفرق بقى ازاي يا بابا. حبيبي تعالى في حضني. انتوا وحشتوني قوي. يا حبيبي يا بابا وحشتني قوي يا بابا. وانت كمان يا كاميليا وحشتيني قوي. الحمد لله على السلامة يا فتحي. الله يسلمك يا الطف. خضتنا يا فتحي. ما ضربتش الجرس على طول ليه؟ اصل كنت عايز اعملها لكم مفاجأة. ما انا معايا نسخة المفاتيح من ساعة ما سافرت. اصل المفتاح ضاع مننا وغيرنا الكالون. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على سلامتك يا فتحي. يبقى خلاص بقى المفاتيح دي ما عادش لها لازمة. يا حبايبي يا ولادي وحشتوني وحشتوني قوي.